مرحبا بكم في موقع هيئه الاوراق الماليه والسلع يتضمن هذا المقطع عرضا توضيحيا بالصوت والصوره لكيفيه استخدام خدمه تاسيس الشركات المساهمه العامه لتقديم الطلب يجب عليك تصفح الانترنت والدخول الى موقع هيئه الاوراق الماليه والسلع www.sca.gov.ae من القائمة العلوية يمكنك استخدام رابط الخدمات، ثم رابط الخدمات الإلكترونية للاطلاع على الخدمات المتاحة والتي تقدمها الهيئة. سيتم تحويلك إلى شاشة تحتوي قائمة بجميع الخدمات، قم باختيار خدمة تأسيس الشركات المساهمة العامة. سيتم تحويلك إلى نافذة تحتوي بيانات بطاقة الخدمة. والتي يتوجب قراءتها جيدا قبل البدء بتقديم الطلب. يمكن للعميل التواصل مع الهيئة عن طريق أرقام الاتصال الموضحة في بطاقة الخدمة. إذا لم تكن تمتلك حساب لدى الهيئة، فيمكنك التواصل مع المختصين عن طريق الضغط على رابط "اتصل بنا" وإرسال طلب للاستفسار عن كيفية الحصول على حساب للشركة. يمكنك التقديم الالكتروني عن طريق الضغط على رابط الخدمه الالكترونيه وسيتم تحويلك الى الصفحه الرئيسيه للخدمه للدخول الى النظام قم بادخال بيانات اسم المستخدم وكلمه المرور لتقديم الطلب هناك قسمان رئيسيان وهما البيانات العامه المرفقات يجب تعبئه البيانات المطلوبه وارفاق الملفات في قسم المرفقات عند الانتقال من قسم الى اخر يجب التاكد من حفظ المعلومات عن طريق الضغط على زر حفظ الطلب حيث سيتم حفظ الطلب كمسوده لدى العميل بعد الانتهاء من تعبئه كافه البيانات الالزاميه قم بإرسال الطلب إلى الهيئه وذلك عن طريق الضغط على زر حفظ وارسال سيتم ارسال الطلب إلى الهيئه لاعلام الموظف المختص بمتابعه الطلب سيتم التواصل مع العميل في حال وجود بيانات ناقصه او الموافقه او رفض الطلب عن طريق البريد الالكتروني شكرا لاستخدامكم رابط المساعده في حال وجود اي ملاحظات يرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني التالي contact us at